ذلك أن نعقد بدءا من هذه الأمسية نعم صلة مع كتاب الله عز وجل في هذا الدرس، رحلة طويلة بالقدر الذي يوفقنا الله عز وجل إليه مع كتاب الله سبحانه وتعالى، لعل هذه الساعة تغرس بين جوانحنا علاقة دائمة بكتاب الله، تجعل كل واحد منا في كل يوم صباحا يجلس دقائق مع كتاب الله عز وجل. كل شيء جزء من القرآن يا أخي، اقرأ كتاب الله وافتتح نهارك بذلك على أن تكون تلاوتك لكتاب الله عز وجل تلاوة صحيحة وسليمة. وإن كنت ترى أنك تتعتع بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى فما عليك إلا أن تتدارك نفسك وتقوم لسانك. طيب.